بسم الاب والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. كعادتنا كل سنه في البسخه بنقضيها مع بعض في فتره اسبوع الالام مساء الاحد والاثنين والثلاثاء والاربع والخميس، وبالامس كان عندنا بسخه الاحد وكلنا خدنا فكره عن الموضوع بتاع السنه دي الخاص ببطرس الرسول. بطرس الرسول قديس عظيم ما نستاهلش تراب رجليه، لكن بنتحدث عن علاقته بالمسيح المتألم. لماذا نأتي في أسبوع الآلام ونتحدث عن آلام المسيح؟ لأن الكنيسة بتعلمنا أن نصنع ذكر فيما نحن نصنع ذكر آلامه المقدس. هناك آلام وسميت مقدس أو آلام مخلصة هي تخلص. الذين ينكرون الآلام ينكروا ناسوت ربنا يسوع المسيح، الله الظاهر في الجسد، إله كامل وإنسان كامل. عشان كده لما بنتحدث عن آلام المسيح، اللاهوت يا إخوة لا يتألم، لكن يقول كتاب أن المسيح أخذ خطايانا ومات بالجسد. بالجسد اللاهوت لا يموت، لكن الذي مات هو الله الظاهر في الجسد لكي يتمم خلاص، كي يكون هذا الخلاص لكل الناس. عشان كده احنا واخدين الشخصية المشهورة. العام السابق تحدثنا عن شخصيات غير مشهورة بجوار الصليب، السنة دي واخدين شخصية مشهورة جدا جدا، اكثر من 150 مرة يتحدث العهد الجديد عن كلمة بطرس. خمس مرات، المرة الاولى بطرس الرسول والغربلة، بطرس الرسول اليوم والنون، بطرس الرسول غدا وقطع أذن ملخص، بطرس الرسول والإنكار، بطرس الرسول والبكاء. خمس محطات سنتوقف عندها وسنتعلم الكثير من حياة هذا الرسول العظيم. ولماذا اخترنا بطرس الرسول؟ لأن بطرس الرسول في ضعفه يمثلنا، نحن ضعفاء. عزيزي يا بتقول عن نفسك قوي، أين قوتك أمام التجارب والحروب؟ أين أنت اللي بتقول نفسك كبير وعظيم؟ أين أنت عندما تؤلم؟ عشان كده مهم جدا جدا عندما أدرس هذا الشخصية، هي تمثلني، بتمثلني أنا في ضعفي البشري. خلينا النهاردة نتكلم عن بطرس الرسول والنوم عندما نام وكان المسيح يتألم. ورد هذا النص في إنجيل معلمنا مرقس، واللي بيدرسوا الأناجيل الأربعة عارفين القديس مرقس الرسول من البشريين اللي عملوا حاجة جميلة في الكتابة، أضاف بعض التفاصيل لبعض الحوادث، أضاف حاجات لأنه كان ملاصق جدا للآباء الرسل وبالأخص بطرس الرسول وبولس الرسول، عشان كده أضاف شوية حاجات مش موجودة في بقية الأناجيل. أنا راجع لإنجيل معلمنا مرقس إصحاح 14 من عدد 32، وأرجو يا من تسمعني وتشاهدني فضلك طلع كتاب مقدس، طلع كتاب مقدس، حاول إن ما يبقاش إنك قاعد بس بتسمع لكن كمان مشارك. هرى النص اللي ورد في إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 14، بيقول: وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثيماني، فقال لتلاميذه: اجلسوا ها هنا حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي كي تعبر عنه الساعة إن أمكن، وقال: يا أبا الآب، كل شيء مستضاع لدي أو لك، فاجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. ثم جاء وجدهم نياما، فقال لبطرس: يا سمعان، أنت نائم؟ أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ صاروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم رجع وجدهم أيضا نيام،
إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه. ثم جاء ثالثة وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، يكفي، قد أتت الساعة، هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا لنذهب، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا. حاجة عجيبة جدا في هذا النص، هذا النص في بعض الأناجيل يتحدث عن أن المسيح جاء للتلاميذ ولم يصنع حوار مع بطرس. هتقول لي في اختلاف، اقول لك لا مش اختلاف. عندما اتى المسيح ليحدث التلاميذ كان من ضمنهم بطرس ويعقوب يوحنا، بيكلمهم وكمان بيكلم بطرس. لماذا يكلم بطرس؟ كتاب ذكر عنه في انجيل معلمنا مرقس 3 مرات، لان مشهور شويه القديس بطرس بشويه، ثلاث مرات انكار، 3 مرات نايم، 3 مرات استرجاع في كلمة أتحبني، وكأنه ارتبط بجزء الثلاث. هنا يتحدث الإنجيل عن ما يسمى الألام البشرية اللي اكتسها المسيح، وزي ما قلنا ان احنا بنصنع ذكر للألام في الكنيسة عندما نتقدم الى الذبيحة المقدسة الجسد والدم. لابد ان نكون قبل ان نتناول صنعنا ذكرى آلام المسيح. هو الجسد والدم الحقيقيين، لكن في ذات الوقت لا تنسى أن المسيح قال اصنعوا هذا لذكر، أن نتحدث عن حياة المسيح من خلال اللوتروجية الخاصة بالقداس. عشان كده أنا فرحان جدا أنه حضراتكم المشتاقين للجسد والدم، أرجوك وانت في الكنيسة عندما تعود وتأخذ الجسد والدم تذكر أن فترة القداس الإلهي هي فترة أنت بتتذكر فيها آلام المسيح كما علمتنا الكنيسة. طبعا في آلام المسيح هناك نظريات كثيرة، لكن لابد أن نعود إلى الآباء الأوائل، وأنا أقتبس من كلام القديس كيرلس الكبير عمود الدين في تعليقه على إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 22 عندما يتحدث عن آلام المسيح. ماذا قال القديس كيرلس الكبير وهو حجة في هذا الأمر؟ بيقول كده: إن هذا الذي أخضع نفسه للإخلاء ألا يشترك في معاناة الأمور البشرية؟ بما أنه أخلى نفسه ألا يشترك في معاناة الأمور البشرية، فإنه أخضع ذاته للضعف البشري. القديس كيرلس الكبير بيقول إنه هو جعل من نفسه خاضع لهذا الضعف الذي يجوزه البشر، بس بين قوسين بلا خطية، أصل ممكن أضعف وأخطئ، أما المسيح إلهنا بلا خطية. عندما أخضع نفسه للضعف البشري كان لم يخطئ، وهو الوحيد الذي لم يخطئ على هذه البسيطة أو الكرة الأرضية. فيش حد خالص، يقول الكتاب أنه بالإثم صورت وبالخطية حبلت أمي، أما المسيح هو النقي الطاهر الذي ليس له شبيه أو مثال. عشان بس يبقى ليه إحنا خدنا موضوع القديس بطرس في هذا الأمر، لأن المسيح إلهنا في هذا الوقت في وقت آلامه كان يحتاج من يقف بجواره، أو يحتاج أن يقف بجواره، بين قوسين اسمها التدبير الجسدي أو البشري اللي عنه قديس كيرلس الكبير. ماذا يحتاج المسيح؟ كان يحتاج المسيح أن ينام، ركز معايا، كان يحتاج المسيح أن يأكل لأنه إنسان كامل. لو أن هذه الأمور لم تكن في المسيح كنا اعتبرنا خيال، لكنه إنسان كامل له كل المتطلبات الجسدية، وأقول بين قوسين بلا خطية. فهنا المسيح إلهنا في وقت آلامه واخذ هذا الطبيعة يحتاج أن من يسانده. طب مين اللي يسنده؟ أصحابه، أصدقائه. مر قال عليهم يا أصدقائي، فدول أصدقائه بالذات الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا، الثلاثة دول أخص تلاميذ عند المسيح. طبعا مش وقت أتحدث عنهم الثلاثة، لكن كان بياخدهم مواقف كتيرة جدا. كان المسيح كأنه يقول لبطرس: يا بطرس قف معي لأني في ألام،
آلام البشرية يحبها وتعبها وفسادها وخطاياها مثلت أمام المسيح، كما قال المسيح للآب وخاطبه، قال له يا أبا الآب، يا أبا. هذه الكلمة التي تعني أن الشخص عندما يتألم بعامل الآب السماوي، إنه بابا، إنه في وقت ضعف، في وقت الضعف البشري، المسيح إلهنا جرب هذه المشاعر. عشان كده كان بيقول له بطرس خليك جنبي. وإزاي ليه بطرس؟ لأن بطرس المحاضرة اللي فاتت، البسخة اللي فاتت، تتذكرون إن بطرس تحدث إنه الشجاع اللي يروح مع المسيح في كل الأماكن. لكن المرة دي بيقول له طب بطرس أنا محتاجك مش للسجن ولا الموت، لكن لكي تقف معي في وقت الآلام. ورد مزمور ملوش دعوة بالبشر، من غير ما تتخض من الكلمة دي، هذا المزمور ملوش علاقة بالناس ولا بداود كاتبه. مزمور عندما تتحدث إلى يهودي إلى اليوم، لو ربنا سمح إنك تقابل واحد يهودي تقول له عن من يتحدث مزمور 22، بيقول لمين؟ بيتكلم عن مين؟ ما عندوش إجابة. مرات منهم اللي هرب من الإجابة وقال لي يتحدث عن إسرائيل المتألمة. لكن يا عزيزي ما هوش ده الحقيقة. ليه؟ لأن المسيح استخدم هذا المزمور، والإنجيليين استخدموا هذا المزمور، فبقى المزمور يخص مزمور مسيحاوي يخص المسيح. المزمور ده بيقول إيه؟ بدايته استفتاحه يقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟ سبتني. ما قالوش انت تركتني، لكن بيقول له ليه تركتني، لماذا تركتني. وهناك عند ربما ربنا يدي صحة وعمر للمشاهدين، وبعد كذا سنة ممكن ناخد دراسة عن مزمور 22، لكن مش موضوع دراستنا. المزمور ده يتحدث ان اي حد طلب ربنا وهو في الآلام كان الله يوجد له. اسمع كده بيقول في مزمور 22، عليك اتكل أباؤنا، اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا، أما أنا فدود لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. محتقر الشعب، الناس يحتقروه، وكمان سمى نفسه بالنبوة دود لا إنسان. لماذا اختار التعبير بتاع دودة؟ لأنها سهلة قوي، مرنة. عزيزي ممكن عفوا برجليك بتخلص على دودة، فيقول أما أنا فدودة لا إنسان. هذا المزمور المسياوي كأنه بيقول بطرس، بيقول له بطرس أنا في هذا الوقت اللي محتاج منك إنك تقف معايا. الله لا يحتاج شيء، خلي بالك من الله مش محتاج حاجة. وبتعلمنا الكنيسة كده إن هو بيدينا، هو اللي بيدينا، مش محتاج حاجة. لكن يا عزيزي الله عندما اشترك معنا في بشريتنا، جه حتى عند الضعيف اللي مش لاقي ياكل وقال انا جعان. يعني انا جعان، انا عايز حد يساعد. طب يا رب انت من عمرنا اللي شفناك جعان. قال لا، ما هو البشر لما يجوع انا كمان بدي يصلي انا. فعشان كده عزيزي المسيح في تعبه والمعاناه اللي تمت يوم الخميس يطلب من بطرس أن يقف بجواره. قال له مش قادر تقف معايا حتى لو ساعة، أنت نايم في وقت أنا تعبان فيه. عزيزي كلنا جربنا إن احنا نتوجد مرات في تعبنا ومحدش بجوارنا. ربما الليل يتحدث عن مرار ذاقه كثيرون وما زال الناس. في وسط الليل والناس نايمة ومحدش يقدر يساعدك. هكذا المسيح كأنه اجتاز هذه الخبرة الإنسانية. يقول فاستشارك الرسول بولس، فاستشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك أيضا هو فيهما لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. تشارك المسيح، تشارك مع طبيعتنا وبقي يتألم زينا. عشان كده بيقول أصل المسيح ما تألمش زي، لا ده تألم زيك وكتير أكتر مما تتخيل. يا عزيزي عندما الناس يتركوك وانت تحتاج اليهم، اعلم تماما ان المسيح اجتاز
هذه التجربة البشرية أيضا، يقول مجرب مثلنا في كل شيء بلا خطيئة. ورد في سفر المزامير أيضا، وهو مزمور أيضا مسيحي يتحدث عن آلام المسيح، مزمور 69، يقول العار قد كسر قلبي فمرضت، انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد. محتاج ناس يبقى رقيقة. عزيز الناس اللي مرات قال عنها في مزمور 22، عفوا من الكلمة دي التشبيه، تيران، ثيران، ثيران باشان، ناس صعبة جدا. يقول كلاب أحاطت بي، يعني الناس اللي حوالين المسيح في أيام آلامه كان مثل هذا التشبيه اللي موجود في مزمور 22. عشان بس حضرتك يا من أنت متألم وبتسمعني وتشاهدني تقول أصلا أنا كنت لوحدي، المسيح اجتاز هذه الخبرة وسنتعلم اليوم من هذه الخبرة. كان بيقول لبطرس تعالى اقعد معايا، تعالى وقف جنبي، بطرس مش موجود. في مزمور ايضا، مزمور 142، بيقول اخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك عشان اشكرك، يا رب خرجني من اللي انا فيه. ساعة الواحد لما يبقى مريض، ربنا يدي الصحة للجميع، يبقى محبوس، كتير مرينا بتجارب كثيرة جدا جدا. اليوم الحجر الصحي برضو حبسة، ناس قاعدة في بيوتها ومرات محبوسة. فبقول اخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك لكي اشكرك. ليه؟ اصلي لما انت بتبعت لي، ركز معايا، اما تبعت لي اسمهم صديقين فكأنك احسنت الي، كأنك انت اديتني خير. يقول الصديقون يكتنفونني اي يحيطون بي لانك تحسن الي. يا بختك لو ليك شلة حلوة. عشان كده مرات اقول لك، اقول للناس الخدام والشباب، اقول له خلي عندك مجموعه كويسه، مجموعه نقيه، لان دي في وقت زنقتك هم اللي جنبك. عمر ما ناس يكونوا بيكرهوك او اعداء ليك، او حتى في جو غلط وانت متالم ربما يتركوك. يقول الصديقون يكتنفونني لانك تحسن الي. عشان كده كان المسيح بيقول لبطرس، بيقول له يا بطرس كان يجب لأنك صديقي. المسيح ما اتكسفش يقول لبطرس إنك صديق، إنك حبيبي. عشان كده مرات تقول له بتحبني، حبيب ليه؟ فبيقول له أنت كان يجب إن في الوقت ده تبقى أقرب واحد اللي كنت من شوية بتقول إنك معايا لغاية السجن. عشان كده المسيح إلهنا كأنه برضو يحمل الناس، من غير ما تزعلوا مني اللي بيشاهدوني. ساعات نحط أمل كتير في البشر، والبشر فيهم ضعفات كثيرة. حابب إن أنا النهاردة إن أحميك شوية من يعني العشم الكبير اللي مرات تحطه في الناس. أنا النهاردة حابب أحميك. المسيح إلهنا كان يعلم هذا الموقف، عشان كده ما زعلش من بطرس. أصلي لو شاف بطرس يقول له ياللي عملت وسويت واللي واللي، ما عملش كده. المسيح كان يعلم تماما قبل أن يفعل بطرس هذا. المسيح عمل حاجات كتيرة واتكلم عن كلام كتير. يقول الكتاب في يوحنا 16، هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خصتي وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. أنا مش لوحدي. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول لما أكون متألم، يا بطرس لو انت جيت في الوقت ده انت اللي ستنال خبرة جديدة عمرها ما وردت عليه. يعني بطرس الرسول يقينا فقد خبرة رهيبة جدا جدا. كنا نريد ان بطرس الرسول يحدثنا عن هذا الوقت الذي كان المسيح فيه يتألم، وكان عرقه يتصبب منه كقطرات دم، كقطرات دم. مين يقول لنا الخبرة دي؟ كان حتى واحد جنبه يبقى جنبه، لكن ما كانش جنبه. فالمسيح بيقول تيجي ساعة وقد أتت تتفرقون فيها كل واحد إلى خصته وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. النهاردة برضو يعني مش عايز إن حضرتك تبقى حاطط أمل كبير من غير ما تزعل. أنا مش قصدي إن أنا أفرق صحاب أو أصدقاء أو عائلات، بس الناس سألوا عليك أشكر ربنا. طب ما سألوش،
في واحد كبير يسأل عليك، في واحد كبير يعرف يسأل عليك، عظيم يعرف يجيلك يقول الكتاب عنه. عشان بشجعك النهاردة، المسيح إلهنا هل غضب من بطرس؟ لا. عجبه عن الموضوع ده؟ لا. بيقول له كده في مزمور 138: في يوم دعوتك أجبتني، في يوم دعوتك حصل إجابة واستجابة، شجعتني قوة في نفسي. أنا ما أقدرش عشان أنا لوحدي، لكن جوايا قوة رهيبة، قوة تصل إلى قوة جبال. شجعتني قوة في نفسي، أنت شجعتني، وما شجعتني عملت فيا حاجة جميلة جدا. أما كنت لوحدي كان فيا شجاعة رهيبة جدا. أحداث يا أحبة كتيرة في الحياة، وتقعد تفكر كده يقول ياه ازاي انا عملت كده، ازاي انا وقفت في الموقف ده، ازاي انا قدرت انتصر في هذه المواقف، ازاي ربنا عداني من الموقف ده. شجعتني قوة في نفسي. عشان كده ربما واحد زي يعقوب، يعقوب ابو الاباء، اما كان ببارك يوسف بيقول له: حبيبي انت مين كان معاك مشجعك، مين كان جنبك؟ بيقول يوسف: يوسف غصن شجرة مثمرة. الكلام ده ورد في تكوين 49. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين ارتفعت فوق حائط، مررته واضطهدته أرباب السهام. فبيقول له: حبيبي انت كان مين معاك؟ يكمل يعقوب يقول: لكن ثبتت بمتانة قوسه، تشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب. يعني يوسف اللي محطوط في الآلام كان هناك يد. وهتفتكر يوسف عشان محطوط في الآلام، تقال إن آلامه حوالي 17 سنة 13 سنة، يعني نزل من بيت أبوه 17 سنة، وصل للعرش عنده 30 سنة، فهي حوالي 13 سنة. مين يا حبيبي كان معك وأنت لوحدك؟ مين كان جنبك؟ فيعقوب بيقول لي أجيب: تشددت سواعد يدي من يدي عزيز يعقوب. يعني في واحد مسك إيده وشدد إيده. يعني أنا بشجعك اليوم إنه لو الناس اتفضت من حولك وبقيت لوحدك، هناك من يساعدك وإيد تمسك إيدك. بشبهها بإيد الطفل الصغير، حجمها صغير، حجم إيد الطفل صغير، بيبقى عايز يعمل حاجة كبيرة، فالأب يروح ماسك إيديه ويروح موصله لحاجة كبيرة، يقول له: إيه رأيك؟ يقول له: يا بابا أنا عملت كده. يقول له: لا مش أنت، بس خلي بالك إن كانت في إيد ماسكة. تشددت سواعد يدي من يدي عزيز يعقوب. كمان حابب النهاردة إن أقول لك: يا بخت الناس اللي كانوا في الألم، يا بختهم. تقول لي: إحنا يا بختهم. أقول لك ليه؟ لأنه الله بقدرته، الله قدرته غير محدودة، يسميه كتاب القادر على كل شيء. كيف أن المسيح وهو في الجسد يتألم؟ ماذا يحدث للمسيح؟ الكتاب سجل حاجة عشان دي لينا احنا، مش ليه، هو لا يحتاج إليها. أذكرك بحادثتين كانوا في منتهى الألم للمسيح، وظهرت أمور خاصة به هو. يقول الكتاب لما إبليس كان بيجربه على الجبل في مدة 40 يوم، كتاب بيختم إن فارقه إبليس إلى حين، وإذ ملائكة قد جاءت وصارت تخدمه. أن الصائم له ملائكة تخدمه. الصائم، خلي بالك دي عبارة بين قوسين، الصائم له ملائكة تخدمه. هذا هو منهج النساك والعباد والمتوحدين، يعرفون تماما ما أقوله. جايز إحنا مش بنشوف ده، لكن هم على المستوى النسك العالي. إذ ملائكة قد صارت تخدمهم، تخدمهم. ده واحد لوحده. أما تبقى لوحدك وصايم، عرفت تماما في ملاك بيجي يخدمه. طب أنا بتألم، الكتاب سجل في إنجيل معلمنا لوقا 22: وظهر له ملاك من السماء يقويه. بعد هذه الآلام اللي موجودة في البستان، ظهر ملاك وكان يقويه. ليه؟ لكي يظهر لنا هذه الطبيعة البشرية. خلي بالك الكتاب المقدس لما علق على بعض الأحداث الخاصة بناسوت المسيح لكي يؤكد، لأنه في بدع كتيرة، من يقرأ في التاريخ يعرف من ضمن البدع أنه المسيح ما كانش واخد جسد إنسان كامل طبيعي، كان جسد هوائي من غير أي أحاسيس ومشاعر وجسم لحم ودم.
فكي يظهر هذا بيقول وظهر له ملاك من السماء يقوي. يعني حضرتك لما تبقى لوحدك ومتألم اعرف تماما ان في ملائكة جاية تخدمك. ألا يوجد هذا التشجيع لكل الناس اللي موجودين المتألمين؟ يقول أصل أنا مش بشوف. لا يا عزيزي، يا عزيزي ده أنت مرات بتبقى لوحدك في البيت ومش قادر على أمر وتدعو هذا الإله القدير، يحصل إيه؟ يكون ليك ملاك، ومش لازم الملاك يظهر لك بالشكل اللي بيظهر للبعض القديسين، لكن ربما واحد يتصل بيك ويقدر يساعدك وكأن الملاك يكلمه. الله يرسل جنوده يا أحبة، الله يرسل جنوده لكي يساعدونا في أوقات ألمنا. أخيرا عشان الوقت يعوزنا الوقت، بطرس الرسول كان نائم في وقت ألام المسيح. هذا بطرس الرسول لم يعي هذه الفرصة زي ما قلت من شوية، لكن المسيح إلهنا عمل حاجة جميلة جدا، كان كل شوية بيصحيه. وعزيزي لما تبقى صاحي وربنا يفكرك ببعض حاجات فضلك وبقى مارسها مارسها، ده كلام عالي جدا جدا. يعني انت في شغلك في حاجة وافتكرت امر معين لشخص معين، حاول انك تبقى بتستجيب مرات لصوت ربنا اللي بيكلمك عشان تقدر تتواصل مع الروح القدس اللي داخلنا اللي خدناه بالسر العظيم بتاع الميرون. ايه فايدة روح قدس؟ يحدثكم يكلمكم، هو يكلمك ويشغلك، يشغلك بموضوع عشان تعمله لناس تانية. المسيح كأنه شغل بطرس ثلاث مرات، بيقول له بطرس انت نايم، بطرس انت نايم، بطرس انت نايم، وفي الاخر لما قال نايم مثقل في النوم قال خلاص هذا يكفي. عشان كده عزيزي ربما بطرس كان اقتنس الفرصة اللي نايم وراح لغاية المسيح وقال له امرني. كان ممكن المسيح يقول له ايه؟ خليك قاعد جنبي. كان ممكن يستجيب بطرس، لكن بطرس لم يستجيب. عشان كده انا بدعوك النهاردة اتعلم انك تكون مساعد، وسهل انك تساعد اخرين في وقت الامهم. ولربنا المجد في كنيسته، امين.